إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم AOB كندا بالدارجة، ومرحبا بكم في قناة أخرى التعليمية اللي هي AOB Education اللي فيها بوكو دكور اللي هما مسجلين في الأقسام ولا أونلاين. مزياني فيهم دروس ديال الكونتابيليتي، فيسكاليتي، لوسيال إلى آخره. اليوم الإخوان غادي نهضر معكم على واحد الموضوع اللي كيعانوا منه بزاف ديال الناس اللي باغا تجي تشتغل هنايا في كندا، او باغا تهاجر لكندا. هذا الموضوع هذا في غايه اهميه، ويشكل عائقا كبيرا امام المجيء الى كندا للعمل او يعني تحضير ملف الهجره. علاش كنقول لكم هاد الهضره هادي؟ لان كاين بعض الاخوان مساكن اللي خدامين اون سون با ديكلاري، اون سون با ديكلاري، ما مديكلاريهمش، مصرحش بهم المشغل، وهما قبلوا على هاد الوضعيه هادي. ما ربما ما كاينش البديل زياده على الاجر. الاجر كيكون مره طريف كيلو حوليه، طريف كيلو حوليه كاش، وطريف كيعطيه ليه. وكاينين بعض المشغلين كيديكلاريو ولكن ما كيعطيوكش اتيستاسيون يعني اللي غتساعدك. يا اما كيعطيك واحد لاتيستاسيون ما تفهم فيها والو. عندك النهار واحد الاخ تقريبا خدام 10 سنين سيرفور فواحد ريستورون، سيرفور ماشي كويزيني، سيرفور. ولقى بعض عقود عمل اللي كيلقاهم بعض الوكالات كيقلبوا عليه سيرفور، بحال ماكدونالد، بحال كاف سي، بحال تيم هورتنز، بزاف كيجيبهم ولكن كيديهم مقاطعه انجلوفون دون لو كادر ديال موبيليتي فرانكوفون، ولكن ما عطاهمش اتيستاسيون. وكل اللي كيعطيو اتيستاسيون كيكتب لي غير سنو سو سيني فلان بن فلان اجيسون او نون دو المحل كو فلان خدم عندنا من هادي حتى لهادي. واش كان كيدير؟ اشنو كان كيدير؟ يعني المهمه ديالو. وحاجه اخرى مهمه عاوتاني، هاد الخطر في كليك يعطيك اتيستاسيون كيقول لك مثلا كنتي كويزيني، كنتي سودور، كنتي انسينيون، كنتي انجينيور، ولكن ما كيعطيكش لي طاش، لي برينسيبال طاش اللي كنتي كدير. لان الاكثريه ديال البرامج ديال الهجره في هذيك التجربه خصك تبين لهم بان عندك تجربه في السي ان بي ديالك. مثلا السي ان بي ديال بولونجي كيقولوا فيهم ها هما لي برينسيبال طاش اللي خصهم يديروا، فانت خصك تكون عندك اتيستاسيون دو طرافاي فيها نورمالمون خصهم يكونوا هادوك لي طاش. ربما طيح في شي اجون اللي تنهاني ما يقول لك والو، ممكن، ولكن غالبا بحال دابا انا شفت ثلاثة ديال الحالات. بحال واحد السيد لقى 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 سيرفور وجاب لاتيستاسيون ولكن ما مكتوبش فيها اشنو كيدير. وواحد السيده حتى هي كانت في لاكويزين، ولكن دار ليها هو دار ليها اد كويزينيير، دار ليها اد هي لا هي كانت خدامه كويزينيير وما دارش لي طاش ديالها. هذا كاين واحد اللي تصور عام هو كيتسنى بيرمي ترافاي، ماشي بيرمي ترافاي، كيتسنى انهم يجاوبوا المشغل هنايا الكندي باليو ام تي والكونترا. جاوب المحامي ديال هاد الشارع ديال المشغل، كتب لهاد السيد هذا اللي كينتظر وقال ليه مالوغوزمون ما عندناش وثيقه كتبت اولا التجربه ديالك، مع العلم ان عنده شهاده العمل، وما عندناش لي طاش اللي كنتي كدير. يعني قال لك يستحيل باش نبروفيو لاجون دي ميغراسيون انك عندك تجربه في هذا الميدان وعندك لي طاش اللي مطلوبه في السي ان بي. حيت كون سي ان بي اللي دخلتو
جوجل وكتبتو سي ان بي باش طيحوا في الموقع اللي كيعطيك كل سي ان بي شنو هي، فراه كيعطيك لي طاج ديالها. خاصك تكون على الاقل على الاقل دير لي برينسيبال طاج. هذه نقطه. كاين نقطه اخرى، كاين اللي ما كيعطيش كاع لا اتيستاسيون لا محزان، غير تمكري هو حقد على العامي. دونك في هذه الحاله شنو خصك دير؟ انا كاتيجوريك في هذه المسائل، انا كنقول اول حاجه غادي تبدا باللاتي هي احسن. اطلب مشغل الله يجزك بخير، انا راه عندي واحد عقد عمل باغي نصوفي راسي باغي ندير هادي ونعطيك بريافي ديال شهر شهرين، المهم الله يجزك بخير اعطيني اعطيني شهاده عمل فيها شنو كنت كندير، واعطيني غير ربعه ولا خمسه ديال المهام اللي كنت كندير الله يرحم بها الوالدين. ولكن واحد هذيك النهار تصور الاخوان خدام في شركه أ معروفه تما مبغيش نقول السميه ديالها، عطاو اتيستاسيون دو طرافاي دي شريك في شركه بي ماشي ديك الي كان خدام فيها. علاش 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 المشغل المغربي في هذا الكره؟ سي فري غيمشي لك سي تولا كان ان بون ليمون غيمشي لك، ولكن واش غيمشي لك تنوض دير معاه ضد؟ ما عندها حتى معنى. دونك غادي تمشي تهضر مع المشغل بلاتي احسن، ما بغاش غتمشي تشوف الناس اللي كيعرفوا هاد المشغل، ما بغاش فعليك الاتجاه الى مفتش الشغل الذي يوجد في المندوبيه الجهويه لوزاره الشغل. ما عندك ما دير ابار لا صافي بغيتي تزرايا البيضاء تقول ملاقص انا من كندا ما بقيتش باغيها صافي الله يسامح مره اخرى خيرها في غيرها الا بغي. المهم انا صراحه كنوجه نداء ديالي ل سميتها وزاره الشغل، هل فيكم رجل رشيد الله يجزكم بخير، حاولوا ديروا واحد الدوريات شي اوراق شي دوريات صيفطوها بور سونسيبيليزي زومبلويور انهم يعطيو شهادة عمل فيها ديتاي ديال اشنو كيدير. راه كاينين ناس باغين ابار بغيتو شي عبد الله تخرج هذا شكل اخر فهمتيني، هذا شكل اخر يعني، وباغا الناس تخرج باغا تخرج باي وسيلة لدرجة تقريبا يوميا نتوصل ب باسئلة كثيرة على الناس عندهم خداو فيزا زيارة وجايين هنايا ويسألونا عن كيفية تحويل وضعيه ديال ستاتي فيزيتور ستاتي ترافايور اترونجي. الاكثريه منهم اطباء اقسم بالله اطباء، منهم محامون، منهم صيادله، منهم مهندسون، منهم ربابينه، منهم اصحاب الاعمال. دونك ما تظنوش على ان راه بنادم خدام مزيان راه عاجبو الوضع. فهمتوني الاخوان؟ دونك الله يجازيكم بخير الناس اللي خدامين مثلا في وزاره الشغل، الله يرحم الوالدين لما شوفوا شي حل باش تهضروا مع هاد المشغلين او عن طريق هذوك شكون يسميهم شوم دو كوميرس انهم يديروا واحد شي با اشعارات والارساليه التحسيسيه باش ما يوقفوش حجرات عقبه امام هجره العمال الاجانب. اوكي، وحاجه اخرى بغيت نتفكر واحد القضيه بغيت نقولها، الناس اللي كيبغيو يجيو لهنا مثلا غادي نهضر على جوج انواع، على الانواع ديال الناس اللي كيجيو بعقود عمل والناس اللي كيجيو فيزا زياره. الناس اللي غادي يجيو فيزا زياره لا تظنون على انكم اللي غادي ان شاء الله هنايا في حاله ما لقيتي عقد عمل راه ما غاديش تخدم في نص الخدمه اللي كتخدم فيها انت غالبا. اوكي، مثلا كنت طبيب فارماسيان، كنت مدير بنكا، كنت اطار في شركه الى اخره،
راه ما تخرجش في الدومين، تقدر تكون الدومين ديالك ولكن مرتبه ناقصه شويه، خصك تصبر. او ربما تبدا من الزيرو. عندك نهار واحد السيد اطار بنكي كبير في سونترال ديال واحد البنكه كبيره في البلاد، راه لقى عقد عمل في هذه الشركه ديال الميناج، بريبوزي بريبوزي او طرافو ميناجي، كي كيخدم بالليل، كيخدم شركات، كيمشي يمسح البيروات، ينظف مراحيض الى اخره. وهذا كان اطار جهوي في بنكه كبيره. ومن قبل ما يجي قال لي ودي سبرايم انا مستعد نبدا اي حاجه من الصفر من اجل الاولاد، مالي من عندي تحفظ القضيه كون انا جيت على قبل الوليدات، راه كاين جاب ولادو على قبل ولادو، ولادو هما اللي خرجوا عليه ولا خرج عليهم. المهم كيبقى داك الشيء نسبي ولا ما سوبجيكتي. اوكي هادو الناس اللي غادي يجيو فيزا زياره خصهم يقولوا انني لا غد الا سهل الله لقيت عمل مزيان توفرت فيه الشروط اللي طالبه منها طالبه ديال كندا باش نطلب عقد عمل، راه نقبل على اي حاجه. ولكن السي و دي راه ما كنعطيش الاوراق في الكيبيك. ربما الا هضرتي مع العامل ديالك وعطاك اوفر دومبلوا فاليدي كيمكن لك تمشي للاريما ودير البروفايل ديالك، ولا كان عندك غير كتزيدها فيه باش يطلعوا لك النقاط وربما يهزوك. هذه وحده. دابا غندوي على الناس اللي كيجيبوا عقود عمل. الناس اللي كيجيبوا عقود عمل بعد وغالبيه ديالهم كاينين بعض المهن اللي كنتو كتخدموهم في البلاد هذوك ما غاديش تقدروا ديرهم كاملين. يعني نعطيكم مثال بسيط ديال لي زانفيرمي، الاكثريه ماشي اكثريه، كل لي زانفيرمي اللي كيجي ما كيخدمش انفيرمي لان خصو يكون فلوغ، وهذيك قصه طويله من بعد ندوي عليها في حلقه قادمه. غادي تخدم بريبوزي او بينيفيسيير، بريبوزي او بينيفيسيير اللي المهمه ديالو معروفه، كيخدم في السبيطارات اللي فيهم الناس ديال محتاجين، يعني زون بيردو لوتونومي، كتلبسهم كتوكلهم كتعومهم وتغسل ليهم كتنعسهم كتفيقهم كتبقى معاهم تعاون في الماكل في كيبغيو الاستراحه ولا يقضوا الشغيل ديالهم. هذه هي الخدمه اللي غديروا الاخوان، واخا تكونوا قريتوا 3 سنين في داك المعهد الصحي وما سميتو، راه غتجيو تخدموا هاد الخدمه هاد. اوكي ولا كنتو في الكيبيك، الا دوزتو عام في الكيبيك راه كتخدعوا على اعتبار العام ديالكم، الا درتو اكثر من عام في خارج كندا باش تدفعوا بروغرام ديميغراسيون بيرمانونت، بروغرام بيلوت ميغراسيون بيرمانونت بور لي بريبوزي او بينيفيسيير. اوكي الناس اللي كانوا انجينيور وجيتي بشي عقد عمل ما غاديش تخدم تيتر انجينيور، تخدم كادر وي، مي انجينيور خصك مقيد في باش تاخذ تيتر انجينيور، خصك مقيد الاخوان في لوغدر ديال لي انجينيور وتسنى باش يجاوبك. المهم هذاك الشيء حريت وحريره. اوكي دونك خلاصه القول اخوان، هضروا مع المشغل ديالكم يعطيكم اتيستاسيون اللي غتنفعكم سواء في ليميغراسيون بيرمانونت مثلا تري اكسبريس ولا بروغرام دي كونديدا دي بروفانس ولا في عقود عمل. هضروا مع المشغل ديالكم يعطيكم اتيستاسيون كلارينات فيها اشنو لي طاش اللي درتو ولا فونكسيون ديالكم، ما عطاش لكم عاودوا لحوا عليهم بالتي هي احسن، ما عطاش لكم دخلوا بيناتكم شي ناس اللي كيعرفوا ويقدر يسمع لهم، ما بغاش غادي تمشيو لعند المندوبيه الجهويه لوزاره الشغل واختار عليهم الا كانوا معقولين يقدروا يوقفوا معاك. كانوا تما من دوك الناس اللي كورومبي الله يكون في عونكم. شكرا للمتابعه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واتم هنا كيتسناكم. السلام عليكم.